خمسة أيام فقط تفصلنا عن الانتخابات الأهم عالمياً والتي يتابعها الناس حول العالم، والتي ستحدد من يجلس في المكتب البيضاوي ويحكم الولايات المتحدة، وفي وقت تنشد الأنظار نحو المرشح الديمقراطي جون بايدن الذي لا يزال يتقدم بفارق معتبر على ترامب. يحتد التنافس بشكل كبير اليوم في فلوريدا التي لها وزن حاسم في المنافسة، ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها ترامب لتقليص الفارق مع منافسه، إلا أنه بقي يترنح خلف بايدن بفارق يبدو مريحا للأخير. ورغم القلق الذي ينتاب أنصار بايدن من المجمع الانتخابي الذي أفقد هيلاري كلينتون كرسي البيت الأبيض رغم حصولها على أعلى الأصوات وخشيتهم أن يتكرر الأمر مع بايدن، فإن الكثير يراهنون على أن بايدن سيأتيهم بالربيع الأمريكي. مشاهدينا، للمزيد أرحب ضيفي عبر الهاتف من واشنطن دكتور إيران كنعان، أستاذ العلوم السياسية. أرحب بك دكتور كنعان. إلى أي مدى استطاع ترامب أن يقلص الفارق بينه وبين جو بايدن؟ دكتور كنعان هل تسمعني؟ يبدو أن الدكتور إيران كنعان لا يسمعني. على كل حال ربما نعاود الاتصال والتواصل معه. كما ذكرت قبل قليل، جو بايدن في معظم استطلاعات الرأي يتقدم على الرئيس الأمريكي ترامب في الاستطلاعات. عاد إلينا دكتور إيران كنعان، أرحب بك من جديد. سألتك حول الفارق في الاستطلاعات، إلى أي مدى استطاع ترامب أن يقلص الفارق مع بايدن؟ أسعد الله مساءك ومساء المستمعين الكرام. استطاع ترامب أن يقلص الفارق في بعض الولايات المتأرجحة الأسبوع الماضي، إلا أن بايدن استعاد هذه النقاط التي خسرها الأسبوع الآن الذي نحن فيه، وذلك بسبب المناظرة الأخيرة التي ظهر فيها ترامب ضعيفا جدا مقارنة مع بايدن، وخصوصا أن ترامب كان يلوح بكل كلامه نحو جمهوريين وديمقراطيين، والكلمة التي تقدم بها بايدن في نهاية المناظرة التي كانت كالتالي: أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الولايات الزرقاء أو الولايات الحمراء. وهذا ما أظهر بايدن بمظهر البطل القومي للكثير من الجمهوريين والديمقراطيين، على خلاف السيد ترامب الذي كان دائما ما يحاول إظهار العنصرية بأن نحن الجمهوريين وأنتم الديمقراطيين. فلم يستطع ترامب النجاح، أو على الأقل الحفاظ على تقليص الفارق الذي كان في الأسبوع الماضي. طيب، الاضطرابات التي تحصل مؤخرا على خلفية مقتل رجل أسود، إلى أي مدى ستنعكس في اتجاهات الناخبين برأيك؟ أنا لا أرى بأن هذه الانفلات الأمني الذي حدث في مدينة فيلادلفيا قبل أيام قليلة سيؤثر على الانتخابات أبدا مطلقا. الموضوع يختلف تماما في نقاشه وليس مرتبطا بالانتخابات. الموضوع هو بأن هناك شلة، إن صح التعبير، من الزهران الذين يقتنصون أي فرصة ويحاولون اغتنام كل ما يستطيعون سرقته من المحلات التجارية لأهداف شخصية فقط. ولا أرى أي ارتباط بين هذه السرقات أو الانفلات الأمني في مدينة معينة على خلفية قتل رجل أسود. الفيديو أظهر أن رجال الشرطة تعاملوا بكل الأوامر التي يأخذونها في تدريباتهم. حاولوا مرارا وتكرارا توجيه أنزل سلاحك. أنا يعني استطعت أن أنظر للفيديو عدة مرات، وكانوا يعطونه الأوامر أنزل سلاحك وهو لا يريد، وبالتالي حاول الهجوم عليهم فأردوه قتيلا. وهذا يعني حسب قوانين الشرطة الأمريكية ليس هناك أي مسؤولية عليهم، وبالتالي ليس هناك ربط ما بين ما يحدث الآن
والانتخابات أخي الكريم. طيب هل هناك خشية بالفعل لدى أنصار بايدن من تكرار التجربة مع هيلاري كلينتون فيما يتعلق بما يسمى المجمع الانتخابي؟ نعم هذا الخوف ظاهر وهو أحد أهم الأجندة التي يعمل عليها بايدن وحملته الانتخابية. الضربة الكبيرة التي تلقتها أو تلقاها الحزب الجمهوري في الانتخابات السابقة كانت مفاجأة كبيرة جدا، وأنت على علم بأن هيلاري تفوقت في عدد الأصوات بما يقارب 3 مليون صوت، إلا أن المجمع الانتخابي أفرز الفوز لترامب، والآن هم أخذوا كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار هذه المفاجأة إن صح التعبير. كيف تبدو لك استراتيجية ترامب في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات؟ أنا أرى بأن ترامب يحاول بكل ما أوتي من قوة للدخول على الخطوط، خصوصا في الولايات المتأرجحة. أرى أنه يتخبط، أرى أنه دائما ما يحاول إظهار سلبية الطرف الآخر، ولم أرى في كافة المناظرات للسيد ترامب أي آلية أو أيديولوجية أو فكرة معينة، خطط معينة للنهوض بالاقتصاد. لم أرى له أي خطة للقضاء على الوباء، إنما يحاول دائما مرارا وتكرارا إظهار سلبيات الطرف الآخر، يحاول مرارا كشف أمور أحيانا تكون شخصية للمرشح الآخر، وهذا في تقديري ما أدى إلى تفوق بايدن عليه، مما أدى إلى إظهار بأن هذا الرجل هو رجل سلبي، وهذا الرجل يهتم بفضح الأمور الخاصة للمرشح الآخر ولا يهتم بالأمور العامة التي هو المفترض أن يكون له خطط واضحة وصريحة. ولكن هذا ليس جديدا دكتور إيران، هذا ليس جديدا في الحملات الانتخابية الأمريكية، التهجم الشخصي. وفيما يتعلق بفيروس كورونا لا أعتقد بأن هناك رئيس في هذا العالم أو أحد في هذا العالم يمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة هذا الفيروس. نعم صحيح، أنت تفوهت بالصحيح، ولكن ترامب كان دائما ما يتفوه بالكذب، وخصوصا عندما أقر بأنه كان يعلم بمدى خطورة الفيروس وأنه أراد أن يخفيه. هذه في تقديري كانت ضربة قاسمة لجمهور ترامب، في تقديري بأن هذا الإنسان لم يتعامل تحت أي ظرف من الظروف على أنها جائحة حقيقية، وبالتالي سأحاول قدر الإمكان الاهتمام بالشعب الأمريكي. هو دائما ما كان يخفض من قوة أو خطورة الجائحة. أضف إلى ذلك بأن المجتمع الأمريكي الآن في وضع سيء جدا من ناحية البطالة. لم يتحدث السيد ترامب عن هذا الموضوع، لم يتحدث سوى أني سأعمل من الاقتصاد اقتصاد تاريخي أو اقتصاد عظيم مرة أخرى. وبالتالي الآن الشعب الأمريكي ينظر إلى ماذا سنعمل بالنسبة لكورونا، وماذا سنعمل بالنسبة للاقتصاد وتوفير الوظائف، وكلاهما فشل السيد ترامب في الإجابة عليهما، بينما نوعا ما نجح بايدن بالإجابة عليهما، ليس بالشكل المطلوب وإنما نجح أفضل من السيد ترامب. وأنا أرى بأن استطلاعات الرأي إن لم تخيب كما أخابت المرة السابقة، فإن أنا أرى بأنها سيكون تفوق كبير للسيد بايدن. شكرا لك دكتور إيران كنعان، أستاذ العلوم السياسية، كنت معي عبر الهاتف من واشنطن.